دوز واحد الفقس كويرات صغار كيتمرمد في الجنجلان ولا في اي زريعه بغيتي في البافون كنديرو جمع الكبار زيت بلديه جوج مع كبار زيت بلديه بيضه معلقه صغيره لعطريه الحوت معلقه صغيره عطريه ثومه محكوكه ومعلقه كبيره صلصه الصوجا معلقه ونصف كاس الحليب ولا اللبن يعني بجوجهم يمشيو نصف كاس الحليب وجمع كبار ياغورت طبيعي جوج مع كبار و 90 غرام ديال الفرماج محكوك 90 فرماج محكوك وربعة الفرماجات عاديين ونصف معلقة صغيرة الملحة وشوية سكنجبير محكوك طري واحد ربيع معلقة وستين غرام ديال الزبدة بوماد ونجمع هادشي كله ونديرو الطحين تقريبا غتزيد واحد 350 حتى 400 هو الفقس خصو يكون خفيف ونكورو مكويرات صغيرة من الحمصة ونمدوهم في كيما قلتي ما ندهنوهم لا في بيض لا في والو اما نديرو في البافو واما نديرو في كاوكاو يكون مالح كوكا رقيق واما نديرو في الجنجلان ملون ولا جنجلان كحل ولا بير يعني نوعو كل زيفه ندير فيها شويه ونخلطو باش مين نحطو هادشي في الزليفات يجينا زوين ومازال مين نحطو هادشي نقدر نحطو معاهم بيستاش ونحطو معاهم داك الليمون الصغير المعسل اللي كنديرو في الطيب راه كيمشي في ليزاميزو صغيرين وداك الاناناس زوين مطروفه كبار يعني راه كاينين فواكه زوينين واخا شويه هما غاليين كيجيو زوينين في الزليفات مع هاد الفقاس.